تحت لهيب الشمس الحارقة رفع هذا المشجع علم الجوية أملا في أن يتجاوز لاعبوه جراح الخسارة الفادحة أمام الزوراء ببطولة الكأس في لقائهم مع الميناء بملعب الشعب. الفريق البصري ظهر قويا متماسكا في السيطرة على مجريات الشوط الأول الذي غاب فيه عن الصقور أبرز نجومه. الهجمات السانحة لم تسفر عن شيء سار للأنصار الراغبين بطي صفحة بطولة الكأس بنتائج إيجابية. الميناء تعرف يعاني من بداية الدوري يعاني، بس هيش مباراة احنا زي كرجال يعني ما مخسر فريق الجوية. وتكلمت انا قبل مباراة فريق الجوية فريق كبير، بس نادي الميناء صح يمر بأمور صعبة، بس كذلك الى حضور بالدوري العراقي ولا قاعدة جماهيرية. الميناء بدأ النصف الثاني بما يتمناه بتسجيله لهدف الافتتاح من ركلة جزاء ناجحة لحسام مالك. مدرب الجوية أيوب أوديشو اضطر لإعادة نجومه إلى المباراة الذين حسنوا من الأداء ونجحوا في تحقيق هدف التعادل بواسطة حمادي أحمد في الدقيقة 79. ظهرنا بصورة وكنا نستحق 3 نقاط. احنا ما اخفيك يعني احنا جاي نواجه كلاعبين جاي نواجه مشاكل يعني كلش صعبة. نتمنى المادة هذا الشيء السبب الرئيسي. توترات ومشاحنات بين لاعبي وإداري الفريقين خلال الدقائق الأخيرة نتيجة للتعادل الذي كان محزنا للطرفين، ولا سيما الجوية المحبط لغياب الفوز عنه وعدم مصالحة مشجعيه. وضعية صعبة مر بها النادي خلال مباراتين، خسارة مع الزوراء، واليوم الأداء كان جيد خاصة الشوط الثاني، لكن ما ترجمنا فوز. أكيد لازم ننهي هاي الانتكاسة بالمباراة القادمة، مباراة تنتظرنا مع الكرخ. خيبة أمل أخرى للجويين الذين تعادلوا بصعوبة مع الميناء المنتصر على صعابه ومشاكله المالية. تعادل بهدف واحد لم يرضي الطرفين. عدنان لفتة، الحرة، بغداد.